النشرة الاقتصادية نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. الرئيس الجزائري يصل أنقرة، وفي أجندة الزيارة ملفات اقتصادية ثقيلة، تعميق مسار الشراكة الاستراتيجية ورفع المبادلات التجارية إلى 10 ملايير دولار. الولايات المتحدة الأمريكية تدخل على خط أزمة النفط الليبي. واشنطن تؤيد تجميدا مؤقتا لإيرادات الخام إلى غاية التوصل لاتفاق حول إدارة العائدات. أزمة الغذاء تهدد 50 مليون شخص بالموت جوعا، ومجموعة السبع تتعهد بضخ المزيد من إمدادات الغذاء، وروسيا تتهم الغرب بتجويع العالم. وفي النشرة تتابعون أيضا: الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على الانتخابات النيابية في لبنان، أوراق نقدية مزورة تعوض أوراق الانتخاب في اختيار نواب البرلمان. أهلا بكم إلى التفاصيل. في المستهل شرع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في زيارة إلى تركيا تدوم 3 أيام، تعد الأولى من نوعها للرئيس تبون إلى أنقرة. الزيارة تشكل لبنة جديدة في مسار ترقية معاهدة الصداقة الاستراتيجية التي تربط البلدين منذ 2006 إلى اتفاقية للشراكة الاستراتيجية. بعمق التاريخ المشترك وطفرة تقارب الحاضر، تمضي الجزائر وأنقرة نحو علاقات تعزز توجه التحالف الاستراتيجي الذي يطبع نظرة البلدين لبعضهما البعض. زيارة أولى من نوعها للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا بعد تلك التي أداها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر كأول رئيس دولة يزور البلاد غدا توصل الرئيس تبون إلى سدة الحكم. زيارة تأتي لتضع التعاون المشترك أمام فرص دفع بها تتطابق والأهداف المعلنة. 5 ملايير دولار تستثمرها الشركات التركية في الجزائر وفق تصريحات رسمية، رقم يترجم حسب ملاحظين جدوى تصنيف أنقرة الجزائر في مقدمة الدول التي تقوم بالاستثمار فيها بالقارة الإفريقية والسابعة في الخارج ككل، بما لا يقل عن 1400 شركة تنشط في مجالات مختلفة خاصة في قطاعات الطاقة، البناء والإنشاءات، الحديد والصلب، النسيج، والشركات الصغيرة والمتوسطة. استثمارات تبدي الجزائر وأنقرة رغبة برفعها إلى مستويات أكبر ضمن تفعيل دور مجلس التعاون رفيع المستوى الذي أعلن عن تأسيسه خلال زيارة أردوغان إلى الجزائر، أمام تبادل تجاري تجاوز عتبة 4 ملايير دولار برؤية تستهدف بلوغ 10 ملايير دولار بنهاية 2030، وهو ما يتيح الوصول إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر، يقول خبراء. وعلى قدر الرغبة الملحة في الدفع بالعلاقة الثنائية، يستحوذ مبدأ التطابق على وجهات نظر الجزائر وأنقرة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما عبر عنه الجانبان في كثير من المناسبات، ولعل ذلك يتجلى بشكل أكبر في مواقفهما المعلنة من مسار الأزمة في ليبيا، فكلا الطرفان يدعمان الانتقال السياسي فيها بحل ليبي ليبي، ويرافعان لإنهاء تواجد المسلحين الأجانب وتعزيز جهود المصالحة الوطنية الليبية، وهو ما كان صلب مرجعيات المسارات المعتمدة ضمن بحث مخارج الأزمة. وتعتبر الجزائر من أكبر الشركاء التجاريين في إفريقيا لتركيا بحجم مبادلات يصل إلى 5 ملايير دولار سنوياً، مع طموحات لرفعها إلى 10 ملايير دولار آفاق 2030. ويتخطى حجم الاستثمارات التركية في الجزائر عتبة 3 مليارات دولار، ما يضع الجزائر سابع وجهة عالمية
للاستثمارات التركية الخارجية. تشهد الطبعة 24 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية باتيماتيك بالجزائر مشاركة تركية قوية بحضور 70 مؤسسة تركية في أكبر تظاهرة لمواد البناء في إفريقيا. التظاهرة التي انطلقت بالعاصمة الجزائر تعرف مشاركة 750 عارض، من بينهم 500 شركة محلية و250 عارضا دولي يمثلون 15 دولة. المؤسسة التركية يعني متواجدة منذ يعني مدة طويلة في الجزائر، شاركت وتشارك في عملية البناء من خلال يعني منحها مشاريع عن طريق يعني المناقصات، وهي اليوم عندها حصة معتبرة وتشارك وتعتبر شريك لقطاعنا وللجزائر بصفة عامة حسب التوجهات العامة للدولة الجزائرية اللي تبقى تركيا كشريك للجزائر اقتصادي مهم. من ناحية البلدان الأجنبية تأتي إيطاليا على رأس القائمة ب 80 شركة عارضة وتليها تركيا ب 65 شركة عارضة. أيدت السفارة الأمريكية في طرابلس فرض تجميد إيرادات النفط الليبي إلى حين التوصل إلى اتفاق لإدارة عائدات الخام في البلاد. السفارة في بيان صدر سبت أكدت دعمها للتجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي حتى يتم التوصل لاتفاق بشأن آلية إدارة الإيرادات، شرطة أن تتضمن اتفاقا على النفقات التي تكتسي أولوية وتدابير شفافية وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة، يضيف نص البيان. استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي. الاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط أمر ضروري من أجل تحقيق ذلك، على أن تتضمن الآلية اتفاقا على النفقات التي تكتسي أولوية وكذلك تدابير الشفافية وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة. التقدم على صعيد هذه القضايا المهمة سيسهم في خلق بيئة سياسية أكثر استقراراً، بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي. في شأن طاقوي مختلف، أكدت مجموعة غازبروم الروسية أن أوكرانيا رفضت مرة أخرى طلب تمرير الغاز الروسي عبر أراضيها. وأكد المتحدث باسم شركة غازبروم سيرغي كوبريانوف أن محطة سخرانوفا الأوكرانية رفضت طلب تمرير الغاز عبرها مرة أخرى، حيث تم تأكيد عبور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية من خلال منفذ واحد فقط هو محطة سوجدا. المجموعة الروسية أكدت أن نقل جميع كمية الغاز المطلوبة عبر تلك المحطة أمر مستحيل من الناحية التكنولوجية. محطة سخرانوفكا الأوكرانية لاستقبال الغاز الروسي رفضت طلب تمرير الغاز عبرها مرة أخرى. تم تأكيد عبور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية من خلال منفذ واحد فقط هو محطة سوجدا.
نقل جميع كميات الغاز المطلوبة عبر محطة سجدة أمر مستحيل من الناحية التكنولوجية، بينما تقوم شركة غاز بروم بتنفيذ جميع الالتزامات تجاه المستهلكين الأوروبيين وتدفع خدمات النقل بالكامل. حذرت مجموعة الاقتصادية السبعة الكبرى سبت من أن الحرب في أوكرانيا تؤجج أزمة غذاء وطاقة عالمية تهدد البلدان الفقيرة. المجموعة التي تضم الاقتصاديات الصناعية الكبرى عالميا أكدت أن هناك حاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لتحرير مخزونات الحبوب التي تحول روسيا دون مغادرتها أوكرانيا حسب البيان الختامي المجموعة خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي استضافت اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة السبع إن الحرب أصبحت أزمة عالمية وتهدد 50 مليون شخص لا سيما في بلدان إفريقيا والشرق الأوسط بالموت جوعا في الأشهر القليلة المقبلة. نحو 50 مليون شخص لا سيما في بلدان إفريقيا والشرق الأوسط سيموتون خلال الأشهر القليلة المقبلة ما لم يتم إيجاد سبل الإفراج عن الحبوب الأوكرانية التي تمثل حصة كبيرة من الإمدادات العالمية. لهذا نناقش إمكانية إلغاء حظر الحصار التي تفرضه روسيا على الحبوب ونقلها إلى العالم ومساعدة أفقر الناس في هذه الحالة، لأن الأمر لا يتعلق بالحبوب فحسب بل يتعلق أيضا بإمدادات الطاقة في جميع أنحاء العالم. في بيانات صدرت في نهاية اجتماع مجموعة السبع بشمال ألمانيا على بحر البلطيق، تعهدت مجموعة الدول السبع بتقديم المزيد من المساعدة الإنسانية للفئات الأكثر ضعفا وضخ المزيد من الإمدادات الغذائية في السوق العالمية. لقد تسببت الحرب في واحدة من أشد أزمات الغذاء والطاقة في التاريخ الحديث والتي تهدد الآن الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء العالم. نحن مصممون على تسريع استجابة منسقة متعددة الأطراف للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي والوقوف إلى جانب شركائنا الأكثر ضعفاً في هذا الصدد. من جهتها قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن بلدها وهو مصدر زراعي رئيسي آخر على استعداد لإرسال سفن إلى الموانئ الأوروبية لجلب الحبوب الأوكرانية إلى المحتاجين. كندا على استعداد لإرسال سفن إلى الموانئ الأوروبية حتى يمكن جلب الحبوب الأوكرانية إلى المحتاجين. نحن بحاجة للتأكد من إرسال هذه الحبوب إلى العالم. إذا لم يكن الأمر كذلك فسيواجه الملايين من الناس المجاعة. من جانبه أعرب وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا عن استعداد بلاده للتحدث مع روسيا حول إلغاء حظر إمدادات الحبوب العالقة في صوامع أوكرانيا. أوكرانيا لا تزال على استعداد للتحدث مع روسيا حول إلغاء حظر إمدادات الحبوب العالقة في صوامعنا، وأيضا حول التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الحرب نفسها، لكننا لم نتلق حتى الآن أي ردود فعل إيجابية من موسكو. في المقابل رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زارخوفا الادعاء بأن روسيا مسؤولة عن تفاقم الجوع على مستوى العالم، متهمة الغرب بدفع أسعار المواد الغذائية للارتفاع بفعل العقوبات المفروضة ضد موسكو وفق تقديرها. الأسعار ترتفع بسبب العقوبات التي فرضها الغرب تحت ضغط من الولايات المتحدة. عدم فهم هذا هو علامة على الغباء أو تضليل متعمد للعامة. أعلنت الصين السماح للمتاجر الكبرى ومراكز التسوق والمطاعم في شانغهاي بفتح أبوابها بسعة محدودة اعتبارا من يوم الاثنين. وأكدت السلطات المحلية في أكبر مركز مالي وصناعي في الصين إنه سيسمح لمحلات البقالة ومراكز التسوق والمتاجر والصيدليات بإعادة فتح أبوابها. وواجهت الشركات التي أعادت فتح مصانعها في شانغهاي في الأسابيع الأخيرة تحديات في إعادة خطوط الإنتاج
إلى سرعتها السابقة مع إبقاء العمال في الموقع بنظام الدائرة المغلقة. يخيم الانهيار الاقتصادي في لبنان على أولى انتخابات تشهدها البلاد في ظل الأزمة المالية والنقدية. يأمل الكثير من اللبنانيون عبر في توجيه ضربة للنخبة السياسية الحاكمة التي يحملونها مسؤولية الأزمات التي يمر بها الاقتصاد. دولار دولار دولار. النقود تغزو شوارع لبنان وتقدم على قارعة الطريق مجانا. الصورات تبدو هكذا للوهلة الأولى، عملة جديدة تحت مسمى لولار تعرض على المواطنين. أوراق نقدية بادر بإصدارها مجموعة من الناشطين في حملة ظاهرها تهكمي وباطنها سخط وغضب من وضع اقتصاد مزري آل إليه بلد كان بالأمس القريب يلقب بسويسرا الشرق، أما اليوم بات الإفلاس يتربص به من كل جانب. نحن اليوم عاملين حملة توعية تنقول إنه نحن منا فرق عملة وعم ندفع بعملة العمايل. اليوم موقفنا هو خاصة ضد الوضع الاقتصادي اللي عم بيصير بلبنان، كرمال نقول إنه نحن بدنا نسحب ودايعنا من البنوك مثل ما حطيناهم. العملة الجديدة تحتوي على رسومات تصور بنكا مركزيا ممزقا ومخلفات انفجار مرفأ بيروت لتعكس أزمة متعددة الأبعاد دفعت بالكثير من اللبنانيين لتعويض ورقة الانتخاب في الاستحقاقات النيابية بالأوراق النقدية المصورة. شوفوا منيح شو عملت المنظومة، كومت لنا الزبالة، فجرت لنا البور. أنا بدي روح انتخب وراح سقط وحدة منهم، ما راح انتخب حدا، سقط وحدة من هاي من هول. إن تعذر عليك الحصول على بعض دولارات لتسديد فواتير الكهرباء المتراكمة فلا تقلق، اللولار سيفي بالغرض. استعملهم هول؟ هاو بنعطيهم للكهرباء. بنعطيهم للكهرباء؟ للكهرباء. بنحط له اياهم تدفع له اياهم؟ ايه. وإذا ما أخذهم؟ بياخذهم كهرباء ما في. يلا اتكل على الله. طريقة اللبنانيين في التعبير عن عصيان نقدي بدأ يتوسع بتسويق عملة مزيفة في بلد تشكل الأزمة الاقتصادية الحادة حديث الجميع داخل مكاتب الانتخاب وخارجها، وقد ترسم تشكيلة البرلمان القادم. أعلن صندوق النقد الدولي عن زيادة وزن الدولار واليوان الصيني خلال مراجعته للعملات التي تشكل تقييم حقوق السحب الخاصة. ورفع صندوق النقد الدولي تقييم العملة الأمريكية إلى 43.38% من 41.73% في المقابل. رفعت الهيئة الدولية وزن حصة اليوان من 10.92% إلى 12.28%. وانخفضت تقييم اليورو بأكثر من 1%. قفزت الأرباح الصافية لمجموعة أرامكو السعودية بنحو 82% على أساس سنوي خلال الربع الأول من السنة الجارية. وقالت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو في بيان للبورصة الأحد أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة تجاوز 39 مليار دولار مقارنة بأقل من 22 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأطاحت شركة أرامكو النفطية السعودية بعملاق التكنولوجيا الأمريكية أبل وأصبحت أغلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بعدما أدى ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى صعود قيمة أسهم الشركات النفطية، في حين تراجعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا. قبل الختام تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. الرئيس الجزائري يصل أنقرة وفي أجندة الزيارة ملفات اقتصادية ثقيلة، تعميق مسار الشراكة الاستراتيجية ورفع المبادلات التجارية إلى 10 ملايير دولار.
الولايات المتحدة الأمريكية تدخل على خط أزمة النفط الليبي، واشنطن تؤيد تجميدا مؤقتا لإيرادات الخام إلى غاية التوصل لاتفاق حول إدارة العائدات. أزمة الغذاء تهدد 50 مليون شخص بالموت جوعا، ومجموعة السبع تتعهد بضخ المزيد من إمدادات الغذاء. روسيا تتهم الغرب بتجويع العالم. وفي النشرة تابعتم: الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على الانتخابات النيابية في لبنان، أوراق نقدية مزورة تعوض أوراق الانتخاب في اختيار نواب البرلمان. إلى اللقاء.